الهدف منها انا عايزه اعين قيمة ثابت اسمه ثابت بلانك. التجربه دي كنت بستخدم فيها خمس فلاتر مختلفه الالوان وبعين تمام ايه الورك فانكشن. تمام اول خطوه بعملها بثبت المسافه ما بين الفوتو تيوب وايه واللمبه بتاعتي بعملها اعلى شده من الزرار ده. تمام بعد ما ظبطت كده اجي هنا على الثابت بلانك التجربه بتاعتي بعمل ده الفولت على النيجاتيف دايركشن. تمام باجي هنا ناحيه الكرنت بخلي ده يظهر لي رقمين بعد العلامه المؤشر ده. تمام تمام ظهر لي رقمين بعد العلامه. ليه رقمين؟ علشان اخد اقل قيمه للتيار ممكن تكون موجوده ولازم تكون زيرو. خلاص كده. طب بعد ما ظبطت الدايره بتاعتي بجيب اول حاجه الفلاتر بشوف الفلتر ده عندي الويف لينس بتاعه الطول الموجي بيكون مكتوب عليه بالنانوميتر بحوله طبعا لمتر. تمام واجي احط الفلتر قدام مين؟ قدام اللمبه بتاعتي. عايز اعمل ايه؟ اهم حاجه اجيب انهي فرق جهد اللي بيخلي التيار بصفر. بغير ازاي؟ بجيب الفولت اللي هي ادجستور دي بفضل الفها لغايه اما الاي هنا تبقى زيرو. تمام طبعا الزرار ده ناحيه الكرنت بالمايكرو امبير بفضل الف دي تاني. بعمل ايه؟ بظبط ده بلفه في الفرق الجهد ادجستور ده بجيبه ايه؟ بلفه لغايه اغير فيه لغايه اما الكرنت عندي هنا يساوي زيرو. تمام هفضل الفه لغايه اما الاي. انا كده رحت السالب؟ لا انا عايزه ارجع للزيرو بالراحه جدا كده بقى عندي زيرو تيار. عايز اشوف الفي او فرق الجهد اللي عنده الكرنت بزيرو اللي بنسميه الستوبنج فولتج. اقوم جايه عامله ده كده ده الستوبنج فولتج هاخده من غير اشاره. تمام فرق الجهد طلع رقمين بعد العلامه اخد الرقمين من غير الاشاره. تمام كده هعمل بعد كده ايه؟ هرجع ده على الاي تاني واقوم شايله الفلتر الاحمر واحط فلتر واحد تاني. تمام هعمل نفس الطريقه ده هنا على الاي هجي احرك الفولت ادجستور دوت لغايه اما الاي يكون زيرو. هنا ملهاش علاقه لو قربنا المسافه او بعدنا ما غيرهاش ابدا. المسافه ثبتها عندي قريبه او بعيده ثابته طول الخمس فلات. تمام هغير كده لغايه اما الاي ايكوال زيرو نحرك ده بالراحه جدا الاي بزيرو اشوف الستوبنج فولتج بتاع اللون الاورنج دون ده الستوبنج فولتج اخده من غير الاشاره. هاجي بعد كده اشيل الفلتر ده احط مين؟ الفلتر الازرق وهعمل نفس الطريقه اجيب ده على الكرنت واغير فرق الجهد الكرنت بزيرو. هعمل كده لغايه ما اخلص الخمس ايه فلات. تمام بس ما هنساش ان انا هحول من نانوميتر لمتر فين في الفلتر ده. بس ده علاقه بين الواحد على الويف لينث والفرق الجهد اللي هو الستوبنج فولتج وكل لون موجود عندي. بنحسب منه ثابت بلانك وبعد كده بحسب الورك فانكشن المنين من تقاطع الخط اللي بيطلع لي من ثابت بلانك مع الواي اكس وباخد قيمته السالبه من على الواي اكس. كده ايه تجربه دي خلاص.